لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وشعبنا الفلسطيني اليوم يتعرض لظلم كبير، أسواء من العدو أو من أولئكم الذين يقفون خلف العدو بقرار إترام أو من قبله بقرار بلفور. وهذا السند الدولي لهذه الغدة السرطانية على أرضنا الفلسطينية، أو بسواء بأولئكم الذين تنكبوا الطريق. والله لا نحب الجدال ولا نحب الخلاف الفلسطيني، بل نتمنى أن نكون صفا واحدا ونسعى إلى تصليب الجبهات الداخلية، ونعلم تماما أن تحقيق الوحدة وصناعة المصالحة هي ضرورة شرعية ووطنية لمواجهة التحديات وللوصول إلى تحرير الأرض والتراب من دنس المغتصبين. لكن ليعلم الجميع أن عقبات في هذا الطريق، عقبات في طريق تحرير القدس وفي طريق تحرير فلسطين، ليست مقتصرة على العدو المغتصب والمجرم، بل إن هناك من ينتسب إلى هذا الشعب ومن ينصب نفسه على رأس مؤسساته زورا وبهتانا، ليشكل عقبة الكأداء في طريق التحرير. من خلال تقبيل قضيتنا، ومن خلال سجن شعبنا، ومن خلال محاربة مقاومتنا، ومن خلال تقديس التعاون والتنسيق والتخابر مع العدو الصهيوني، أولئكم يشكلون عقبة كبيرة في طريق التحرير. ومن هنا عندما تأتي فصائل المقاومة لتقول كلمتها على إثر اجتماع المجلس المركزي، إنما لا تريد أن تعلن الخلاف، لكنها تريد أن تصوب المسير وتريد أن توضح المنهج الكفيل بتحرير الأرض والتراب من دنس المغتصبين. فكل دول العالم التي تعرضت للاحتلال ما تم تحريرها إلا عبر فوهة البندقية وعبر المقاومة، وتريد اليوم السلطة ومن خلفها منظمة التحرير الفلسطينية أن تحرر فلسطين من خلال أرضاء العدو الأمريكان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لأجل ذلك جئنا اليوم نقول بأن الذي يمثل القرار الفلسطيني هو الشعب الفلسطيني، وعلى إثر ذلك نعلنها وبكل وضوح أن المجلس المركزي ينتحل الشخصية الوطنية ويسرق القرار الفلسطيني ويذهب بعيدا عن إرادة شعبنا الفلسطيني. من الذي نصبهم؟ ومن الذي وضعهم؟ وهل بقاؤهم على هذه الكراسي هي إلى الأبد؟ عليهم أن يدركوا أنه منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية تغيرت الأوزان السياسية والأثقال الوطنية في الساحة الفلسطينية كثيرا، وكثيرا ممن يمثلون الشعب في المجلس المركزي زورا وبهتانا لا يمثلون إلا ذواتهم، وليس لهم رصيدا بين أبناء شعبهم.